هاربون من جحيم الوطن إلى المجهول، فمأساتهم لم تنتهي بعد، ولم يعد الموت خياراً لهم، بل بات واقعاً محتوماً على كل عراقي اكتوى بنيران الفوضى التي شهدتها البلاد بعد الاحتلال، أو أجبر على أن يغادر أسوار بلاده ويبدأ رحلة لجوء يواجه فيها برداً قارساً وجوعاً يفتك به، أو يكون هدفاً لبنادق حرس الحدود، أو سجيناً في قبضة أسلاكه الشائكة. أعطينا بين البيلاروس وبين بولندا، لا دول يفوتونا لا دول يرجعونا، يعني إحنا غير نزمنا من بلدنا، بلدنا تعبان، هاي العالم أصفال ونسوان ماتوا من الجوع. مؤلمة هي صور العراقيين ومن معهم من أشقائهم عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، يبحثون عن طوق نجاة يعبرون به إلى بر الأمان، ويبعدون أطفالهم عن ويلات الحرب والفقر والدمار. لكن رحلتهم للوصول إلى أوروبا أشعلت فتيل الخلافات وتراشق الاتهامات بين بيلاروسيا ودول أوروبية، وتوقفت عند سياج أمني عازل فرضته بولندا ليدفع الثمن 8 مهاجرين ويلقون مصرعهم بسبب البرد الشديد، غالبيتهم من العراقيين والسوريين. يقول الاتحاد الأوروبي إن ما يزيد عن 4000 لاجئ تكدسوا على طول الشريط الحدودي قادمين من بيلاروسيا التي فتحت مطاراتها لاستقبال المزيد من السوريين والعراقيين، وسهلت وصولهم للحدود مع بولندا التي قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي، ونشرت أكثر من 12000 جندي من قواتها لإيقاف أي شخص يحاول عبور الحدود. لم يعبر اللاجئون ولم يعودوا إلى ديارهم، بل يزدادون نزوحاً ولجوءاً يوماً بعد يوم وشتاءاً بعد آخر، فهم من عاش كوارث إنسانية منذ الغزو الأمريكي، وصولاً إلى تسليم البلاد لإيران وميليشياتها، وليس انتهاءً بملاحقة الآلاف منهم بسبب مشاركتهم بثورة تشرين أو بتهمة الإرهاب وما تبعها من جرائم طائفية، واليوم تحولوا إلى ورقة ضغط سياسي وصراعات بين الدول.